فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من تعجل في اليوم الحادي عشر، من تعجل في اليوم الحادي عشر جهلا منه، فما الواجب عليه؟ من تعجل في اليوم الحادي عشر ما تم حجه، يكون عليه فدية عن رمي الجمار في اليوم الثاني عشر، يكون عليه فدية عن رمي الجمار، ويكون عليه فدية عن ترك المبيت، عن ترك المبيت ليلة الثاني عشر، ويكون عليه فدية ثالثة عن الوداع لأنه تابه في غير وقته. نعم.